صباح الخير، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم. كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد، موضوع جديد. قلت لكم صباح الخير، حيت فقت اليوم على البوري باش تعرفوا بلي غاتكون حادقه. حادقه غير كتسكر مني. عندي واحد الغرض وغنمشي نقضيه ونسمع الاخبار الجديده على القانون الجديد اللي كيهمكم، يعني الاخبار اللي كتفرح وكتطلع للمراد. واحد الاخبار ان شاء الله اللي غادي تفرح الجميع. بارطاجيو الفيديو مع الناس ومع الاحباب ان شاء الله باش كلشي يستفاد. واخيرا القانون الجديد كيفاش بالضبط غادي يتفتح، والخطط اللي داخلين فيه وكيفاش غادي تستفدوا فيه. هذا الشيء كله ان شاء الله غادي نشاركوه معكم في هذا الفيديو. كنتمنى يعجبكم ويفرحكم هذا الخبر كما فرحني. انتما كتشوفوا انا على الصباح يعني طاقه ايجابيه وفرحانه، وغدا نقضي اشغالي وفرحانه يعني في هذا الخبر اللي غنعطيكم، وكنا غادي نقضي اغراض ديالي. خليكم مع الفيديو اللي عجبكم، ما تنساوش ديك البارطاجيو مع الصغار ومع الحبايب ان شاء الله كلشي يستاهل. واليوم مع الصباح كاين واحد البرد، واحد البرد اختي ما نعاودش لكم عليه. انا لبست اختي التريكو، واحد البرد ما قديتش على التوب بوحدها، كنت لبست التوب بوحدها الساعه اختي حسيت بواحد البرد. قلت لها نو نو نو، خليونا نلبس الحوايج ديالي باش ما يجيكش البرد. ولكن الحمد لله الشميشه كاينه، ولكن البرد 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 البرد. هذا الشيء اللي كاين، خليكم مع الفيديو. هاد الاخبار كما وعدتكم في الفيديو اللي فات، قلت لكم النهار اللي غادي يكون عندي المصدره ولا غتكون عندي الاخبار صحيحه ان شاء الله غادي نحطها لكم. اللي اتفق مع الباترون يعلمو، اللي اتفق مع شي حد باش يدفع لي يعلمو، يوصل لي هاد الاخبار باش ان شاء الله يكون في راسو، باش حتى هو يوجد راسو يوجد الوثائق ديالو. النهار اللي غادي يكون ان شاء الله كليك دايم غادي نشاركه معاكم. صراحه واحد الاخبار اللي كتفرح بزاف، ومنه ان شاء الله بعض انتي دوميستيك واللي بزاف ديال الشباب والشابات كيتسناوها لنا. كاينين الناس اللي عندهم العائله ديالهم هنا في طاليان، ولا اللي عندهم اصدقاء ديالهم، ولا الحباب ديالهم، ولا الناس اللي كيعرفوهم. وكاينين حتى الناس اللي تواصلوا يعني هما في المغرب وتواصلوا مع الباترون ولا الشركات هنا في طاليان وغاديين يدفعوا ليهم. الحمد لله يعني كاينين ايجابيات بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي هذاك الموقع ما كيقبلش الرقم ديال المغرب. ماشي بصح، حيت كاينين الناس في المغرب الحمد لله سجلوا فيه ولقاو العقد العمل راسهم. وكنت شاركت معكم وديوت ديال الناس وديال الباترون اللي دار لهم العقد العمل اللي لقاوه غير بالموقع. ما بغيتوش يعني تسجلوا، ما عندكمش الوقت، ما مساليينش تلقاو الباترون ولا السمسار، تفق مع السمسار يعني كتكون عنده الاتفاق مع الباترون وغيدفع لكم. انا غنبقى نهضر حتى تمشي عليا لا حتى يدوز عليا التران ديروا لشي بلاصه اخرى. خليكم مع الفيديو، دابا نوصل للبلاصه اللي غادي عليها وغنكمل لكم الهضره. اول حاجه غادي نبدا لكم بالقانون الجديد اللي وافقوا عليه في البرلمان. من هادوك 4052,000 مهاجر غادين يجيبوا منهم 160,000 مهاجر، وغادين يستفدوا هاد 160,000 مهاجر كيفاش والقطاعات اللي داخلين. هنا البنات حيت الصوت، حيت كان الصداع ديال التران ما كنسمع حتى حاجه، داك الشيء علاش حيت الصوت وكنعاود نسجل على الفيديو. كويندي قلت لكم والقطاعات اللي داخلين، وان شاء الله غتكون حتى بادانتي اللي بزاف منكم كيطلبوها. واش غادي تكون بادانتي ولا لقيت الباترون اللي غيدفع ليا؟ كاينين الناس اللي قالوا ليا غادي تدفع ليا اختي ولا خويا ولا شي واحد كنعرفو غيدفع ليا في بادانتا ولا في دوميستيك، واش غادي يعني يدخلوه ولا لا؟ الحمد لله حتى بادانتي دوميستيك غادي يكون. ثاني حاجه غادي يكونوا العقود العمل موديل بي موديل سي. موديل بي غير موسمي، فيها الخدمه، فيه الوراق، فيه يعني الحقوق ديالك كاملين. موديل سي ما فيهش الوراق. اما موديل سي واحد العقد ديال العمل محدود، تقدر تخدم به 3 شهور ولا 6 شهور ولا 9 شهور وصافي، يعني ماشي بحال موديل بي اللي فيه الوراق وعندك الحقوق ديالك كاملين. اما بالنسبه للقطات اللي داخلين، واش غادي يدخلوا بادانتي دوميستيكو
وكيفاش غادي تستفدوا فيه. هذا القانون ديال 2023-2024 طالبين 136 ألف مهاجر اللي غادين يدخلهم إن شاء الله. من هادوك 452 ألف مهاجر، فهمتوا كويندي غادين فاش غادي تفتح القانون إن شاء الله في هذا الطريق اللي غنقولها لكم، غادين يدخلوا 136 ألف مهاجر 2024 إن شاء الله. الكوطات اللي كاينين، الكوطات اللي داخلين في هذا القانون، وكاينين حتى الكوطات الجداد اللي دخلهم هذا العام من غير الفلاحه، الفندق ريستوراسيوني البيرغيري او لا الشوافريه ديال الكاميونيستي، كاينه بادانتي ان شاء الله غادي تكون دوميستيكو، وكاينه حتى المربيات ديال الاطفال. يعني مثلا شي واحد من العائله ديالك عنده الوليدات الصغار وخدام، يقدر يدفع لاي واحد يقول لهم انا محتاجه لشي مربيه ولا شي وحده اللي تقابل ليا الدار، او لا عنده شي شخص كبير يعني في الدار محتاج للعنايه، يقدر يعني هذا الشخص يدفع لاي واحد عنده في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس ولا فهمتوا كويندي، يقدر يدفع لأي واحد فاش كيتفتح القانون بدون الشروط، بدون اللغة، بدون الشواهد. انا كاين بزاف ديال الناس فاش كنحط شي فيديو كيقولوا لي واش يعني ضروري من اللغة، ضروري من الشواهد، ضروري من شي شرط. عرف هذا القانون ما كيطلبوا حتى الشرط، ما كاين حتى الشرط فاش كيتفتح القانون. كيحددوا القطاعات اللي هما بغاو، وكيحددوا الكوطات اللي هما بغاو، صافي كيتفتح كل شيء عنده الحق باش يستفد في هذا القانون. كويندي ما تفقدوش الامال، عندك شي حد باش يدفع لك، هذه هي الفرصه. انا بادانتي كما جا قلت لكم ولا دوميستيكو، انا خديت الورق ديالي في هذا القانون ديال دوميستيكو، كان الوالد ديالي دفع ليا فيه، والحمد لله خديت الورقات ديالي، الوالد ديالي وقف معايا الله يخليه ليا حتى خديت الوراق ديالي، من بعد صافي خرجت خدمت. فهمتوا كويندي ماشي ضروري يكون يعني الباترون الطلياني ولا يكون من الجنسيه ديال الطليان باش يقدر يدفع لك، اي واحد يقدر يدفع لك. فهمتوا شنو كنقصد؟ حيت كاين بزاف ديال الناس كيقولوا لي واش ضروري فاش كيتفتح القانون يكون غير الطلياني اللي يقدر يدفع لك. داكشي علاش كنقول لكم ماشي ضروري يكون طلياني، يكون اي واحد من الجنسيات المختلفه يدفع لاي واحد من العائله ديالو، حيت القانون كاين. فهمتوا؟ اما بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي واش نقدر نجي بدون القانون شي واحد من العائله ديالي يقدر يدفع ليا بدون القانون، الا كان شي باترون غيدفع لك بدون القانون خاصه يكونوا فيك المواصفات اللي هذاك الباترون ملقاهمش في شي خدامه هنايا. فهمتوا؟ ديك الساعه يقدر يقول ليهم انا داك الشخص اللي غادي نجيبوه مثلا من المغرب ما لقيتوش هنايا، دوك المواصفات اللي كاينين في داك الشخص اللي غنجيبو من المغرب ما لقيتوش هنا في الطليان. ديك الساعه يقدر يدفع لك بدون القانون، ولكن خاص تكون يعني عندك شي حاجه بيو، شي حاجه زايده، اولا شي حاجه اللي ما كاينينش في الخدامه مثلا هنا في الطليان، باش يقدر الباترون يلقى هذا العذر باش يدير لك يعني العقد العمل ويجيبك. حاجه اللي غادي نزيدوها على هاد البرغير ريستوراسيون، الفندق، الفلاحه، بادانتي، دوميستيكو، المربيات الاطفال، غادي نزيدو حتى الحلاقه. الناس اللي مثلا عندهم الشواهد ديال الحلاقه هذه هي الفرصه ليكم، حيت كاين بزاف ديال الناس كانوا كيقولوا لي واش غادي ندخلوا الحلاقه ولا لا، ولكن هذا العام غادي ندخلوها. وحاجه اخرى بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي واش غير البنات اللي غادي يستفدوا بالقانون ديال دوميستيكو وديال بادانتي ديال المربيات الاطفال، لا كل شيء سواء الراجل ولا المراه يقدروا يستافدوا على حسب هذاك الشخص اللي غيدير لك العقد العمل، واش غادي يبغي زعما يجيب مثلا الدراري ولا بغاو يجيبوا البنات، يعني على حسب الباترون شكون اللي بغى يدفع ليه، واش البنت ولا الراجل. فهمت؟ ولكن الا كان خوه مثلا ولا اختو ولا شي واحد من العائله ديالو يقدر يجيب مثلا خوه ولا اختو ولا المهم على حسب. فهمتوا كويندي؟ بلا ما ترددوش بارطاجيو الفيديو مع الناس ومع الحباب،
نقول لكم حاجة أخرى في دوميستيكو إبادانتي أو لا المربيات الأطفال أو خادمات البيوت عرفيهم الوراق فهمتوا كوين دي عندك الوراق ديالك داك الباترون اللي غيدفع لك ولا داك الشخص اللي غيدفع لك مثلا من العائلة ديالك غادي يصوب لك الوراق ديالك عاديا بحال الوراق ديالك بحال يعني ديال الناس اللي دفع لهم الباترون الطلياني فهمتوا كوين دي بلا ما تخافوش انا كيجيوني بزاف ديال هاد التساؤلات واش فيهم الوراق بادانتي في دوميستيكا ولا لا كوين دي راه فيه فيهم الوراق دابا نشارك معكم فوقاش بالضبط غيكون النقر السريع ان شاء الله النهار ديال الدفع بالضبط والدواء اللي شاركين يعني في هذا القانون 35 الدولة اللي غادي تستفد في هذا القانون ان شاء الله فاش غادي يتفتح ومنهم المغرب والجزائر وتونس كنذكر دائما الجزائر وتونس والمغرب حيت عندي بزاف ديال الناس من تونس ومن الجزائر متبعيننا داك الشيء علاش باش ما نساوهمش من غير هادوك البلدان الاخرين حيت الا جيت باش نذكر لكم كاع دوك البلدان اللي داخلين يعني في القانون اللي غادي يستفدوا في القانون ما غنساليش ولكن المهم يعني البلدان ديالنا الحمد لله راهم يعني داخلين عندهم الاتفاق مع الطليان كليك داي غيكون نهار 7 شهر 2 2024 ان شاء الله كويندي وجدوا الباسبورات ديالكم وجدوا الوثائق ديالكم اتفقوا مع الناس اللي كتعرفوهم اتفقوا مع الشركه ولا مع السماسريه الناس اللي ما عندهمش العائله في الطليان باش ان شاء الله النهار اللي غيكون كليك داي تكونوا في الموعد وبارطاجيو الفيديو مع الناس ومع الحباب باش كلشي يستافدوا الله يسهل على الجميع الى عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء ومع الحباب باش كلشي انتم شفتوا الفيديو سمعتوا الخبر اللي غادي تفرحكم وغادي تطلع لكم المورال كنتمنى يعجبكم الفيديو نكون فدتكم بشي حاجه دابا انتظروا ان شاء الله الا كانت اي معلومات جديده ولا تبدلت شي حاجه ولا تغيرت شي حاجه غنحط لكم الفيديو ان شاء الله ولكن هذه الاخبار يعني من المصدر ديالها الخبر صحيحه والكتبات كاع اللي داخلين في هذا القانون كما قلت لكم ومنهم بادان دوميستيك وراني قلتها لكم عندي كونوا الموعد وعلموا الناس اللي غيدفعوا لكم ان شاء الله وبالنسبه للناس اللي كيقولوا لي الا واش غنقدر زعما ندفع راسي كاين الناس فكره كيشوف فيه داك الشيء علاش كتقطع فيا الهضره واش نقدر ندفع راسي لا ضروري تقلب على الباترون اللي غيدفع لك ان شاء الله باش تخدم على راسك على المستقبل ديالك وتحسنوا الوضعيه ديالكم الفرصه بين يديكم